اصدقائي عم نطلع عليكم انا ورينبو بيوم جديد، واخيرا وصلنا ليوم الخميس. ومثل ما تعودنا دائما هاليوم خبلنا كثير من التحديات والمعلومات وكمان المفاجات. اكيد رح اذكركم انه كل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصه تربحوا الخميس الجاي. هديتنا هذا الاسبوع رح تكون هواوي تليفون مقدم من تلفزيون الفجيره نوفا 3 اي. مين رح يكون نجم الاسبوع؟ اكيد رح نعرف بنهايه الحلقه، بس هلا رح نعرف رينبو شو مخبي ونقول ابدا يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو اصدقائي وقف عند اللون الاخضر، وهاللون بيقول عالم مشهور مخترع ومبتكر كان له الفضل في اختراع الهاتف، وكانت والدته وزوجته تعانيان من فقدان السمع. هذا الامر الذي جعله يزيد في ابحاثه عن السمع والكلام، الى ان وصلت جهوده بان يسجل اول براءة اختراع للهاتف في الولايات المتحده عام 1876. من هو مخترع الهاتف؟ رح كرر عليكم اصدقائي اللون الاخضر كان بيقول عالم مشهور مخترع ومبتكر كان له الفضل في اختراع الهاتف، وكانت والدته وزوجته تعانيان من فقدان السمع. هذا الأمر الذي جعله يزيد في أبحاثه عن السمع والكلام، إلى أن وصلت جهوده بأن يسجل أول براءة اختراع للهاتف في الولايات المتحدة عام 1876. رح نعرف أول الإجابات ونقول ألو. ألو، هاي حياته. ألو، كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ الحمد لله. انت كأنك كنت مختفية مبارح نهار الثلاثة او مبارح الحلقة اللي قبل. اوكي، طيب انبسطتوا؟ ايه الحمد لله، اهم شيء. طبعا هذا السؤال اختصاصك وما رح اسألك كثير، فخبريني شو الجواب. ايه بعرف كل قصته كمان. اوكي طيب، شو اسمه اول شيء؟ جراهام بيل. اوكي، شو القصة اللي بتعرفيها؟ انه اول شيء يعني هذا قوطيين هذا العلا البتين. اوكي، وجاب خيط. اوكي، علق علبتين وجاب خيط على الانباط، صح؟ ايه ايه، بتذكر شفت هيك شيء. ايه طيب، بعدين وجرب حتى يعني جرب لزبطت. اوكي طيب، فاطمة رح تشارك؟ ايه يلا تمام. مساء الخير. مساء النور، كيفك فاطمة؟ الحمد لله، كيفك؟ أنا الحمد لله تمام. خبريني، بتعرفي القصة مثل حليمة ولا بتعرفي بس الاسم؟ شو؟ أكيد بعرف. أوكي طيب، شو الاسم؟ جراهام بيل. أكيد؟ شكرا لله. طيب شكرا لكم حليمة وفاطمة، وشكرا لحليمة اللي خبرتنا هيك شوية مقتطفات من القصة. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. الو 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 الو، مرحبا، مين معي؟ سارة. اهلا وسهلا، كيفك سارة؟ الحمد لله. انتوا اللي لكم زمان مختفيين، وينكم؟ ظروف. انا ورينبو كثير اشتقنا لكم واشتقنا ترجعوا تشاركوا معنا. لحن بعد. خبريني يا صديقتي، عرفتي شو الجواب؟ جراهام بيل. اكيد صح؟ ايه. طيب مين رح يشارك؟ ارسل الباقية. يلا تمام. الو الو. امنة؟ ايه. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ شوايط. شو؟ وانا كمان كثير اشتقت لك. خبريني امنة، عرفتي الجواب؟ جراهام بيل. اكيد؟ اكيد. تمام، مين كمان رح يشارك؟ هنية. يلا تمام. الو الو. اهلا اهلا، كيفك هنية؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا تمام الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ جراهام بيل. اوكي، مين كمان؟ الو الو. عذيبه. عذيبه، كيفك عذيبه؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله كمان تمام. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ جراهام بيل. طب عذيبه، مين اول حدا عرف من الشله وساعد الكل؟ انا. انت؟ اوكي برافو عليكي. انا بكون اكبر وحده اكيد. اه تمام طيب. باقي موزه، سيف وسعيد، صح؟ صح. يلا تمام. الو. سيف. صح. سيف خبرني بكل حماس شو الجواب؟ جراهام بيل. هذا كل حماس عندك؟ الجواب سهل، يلا حقول اعلى. طيب اوكي. سعيد. الو الو، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله انا تمام. خبرني شو الجواب؟ جراهام بيل.
شكرا لك صديقي. باقي موزة صح؟ موزة أحمد. أوكي. ألا موزة كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ ركبتي. شو؟ ركبتي. جراهام بيل؟ إيه. أوكي. طيب أحمد. هلا. كيفك أحمد؟ هلا. أحمد كيفك؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ أنا منيحة. خبرني شو جوابك؟ جراهام بيل. موزة ما جاوبت. شو؟ موزة ما جاوبت. أوكي طيب خلي موزة تجاوب كمان مرة. يلا لحظة. يلا تمام. يلا تعالي موزة. ألو. أيوة خبريني شو جوابك. هابل. شكرا لكم أصدقائي كل الشلة. الحمد لله قدرت أخذ كل إجاباتكم. إن شاء الله تكون صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ألو. مين معي؟ أون. أون كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني شو الجواب. ألكسندر جراهام بيل. برافو. طيب حدا ساعدك؟ شو؟ مين؟ ماما. الله يخلي لك إياها وشكرا لمشاركتك صديقي. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكون نجم الأسبوع ومن بين الرابحين. أنت كنت آخر المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بالسؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول من هو مخترع الهاتف؟ وأكيد صح ألكسندر جراهام بيل. ألف مبروك لكل اللي شاركونا. كل إجاباتكم كانت صحيحة ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر وهاللون بيقول نهر ينبع من بحيرة مزيريب في سوريا ويعتبر جزءا من الحدود السورية الأردنية. يمر على عدد من المناطق والقرى التاريخية التي تحتوي على الكثير من الكنائس القديمة والأديرة والمقابر والآثار. وقد أقامت الحكومتان السورية والأردنية مؤخرا سدا على النهر وسمي سد الوحدة. ما هو النهر الذي يعتبر جزءا من الحدود السورية الأردنية ويقع عليه سد الوحدة؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول نهر ينبع من بحيرة مزيريب في سوريا. أوكي رح أخذ بالأول الاتصال بعدين كرر عليكم المعلومات عشان ما تستنوا كتير. رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد صح؟ تمام. كيفك؟ تمام الحمد لله. خبرني خالد شو الجواب. نهر اليرموك. شكرا لك يا صديقي. يا ترى معنا اتصال جديد او لا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي. خالد بقولكم الجواب نهر اليرموك. اكيد لسه معنا كثير وقت لحتى نفكر ونحاول نشارك. اذا عندكم اي اجابات ثانيه او نفس الجواب انا وريمبو عم نستناكم. اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا وسهلا. خبريني حلي ما عرفتي الجواب. ايه. كيف عرفتي؟ من ماما. اوكي الله يخلي لك اياها يا رب. قولي لي شو الجواب. نهر اليرموك. أكيد أكيد. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. فاطمة يا فاطمة. ألو. أيوة خبريني شو الجواب. نهر اليرموك. اليرموك. شكرا لكم صديقاتي. يرموك. شكرا لكم. حليمة وفاطمة وخالد اتفقوا وقالوا لي إنه جواب نهر اليرموك. أنتوا كمان أصدقائي بتقدروا تشاركونا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مين معي؟ روان. روان انت شاركتينا من قبل ولا هي اول مرة؟ من زمان. شاركتينا من زمان؟ ايوه. طب ذكريني من وين عم تحكينا؟ من اي امارة روان؟ من امارة الجزيرة. اهلا وسهلا فيك يا صديقتي. قولي لي قدرتي تعرفي الجواب؟ بحر اليرموك. نهر اليرموك صح؟ ايوه. اوكي شكرا لك روان. لتعرفي اذا جوابك صح او خطا لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. انتم كمان اصدقائي لسه معكم شويه وقت. فكروا كثير منيح تسالوا الموجودين معكم تسالوا جوجل كمان. رح ارجع اخبركم شويه معلومات لتساعدكم بالبحث. هو نهر ينبع من بحيره مزيريب في سوريا يعتبر جزءا من الحدود السوريه الاردنيه. يمر على عدد من المناطق والقرى التاريخيه التي تحتوي على الكثير من الكنائس القديمه والاديره والمقابر والاثار. وقد اقامت الحكومتان السورية والأردنية مؤخرا سدا على النهر وسمي سد الوحدة. ما هو النهر الذي يعتبر جزءا من الحدود السورية الأردنية ويقع عليه سد الوحدة؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. سارة ولا آمنة؟
آمنة. أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ أهل يربوك. طب كيف عرفتي؟ عمشي. أوكي طيب، مين رح يشارك؟ هنية. يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا هنية، خبريني شو الجواب؟ نهر اليربوك. كمان عمتك سعادتك؟ هي. أوكي مين كمان؟ يلا أصدقائي. ألو ألو. سارة. صح. أوكي خبريني شو الجواب؟ نهر اليربوك. طيب مين كمان؟ ألو. سيف. هي. سيف بكل حماس قلي شو الجواب. نهر اليربوك. أوكي طيب مين كمان؟ سعيد. يلا تمام. ألو. أيوة سعيد شو الجواب؟ نهر اليربوك. اليرموك صح؟ صح. أوكي مين كمان باقي؟ موزة وعذيبة. ألو. عذيبة صح. خبريني صديقتي شو جوابك؟ نهر اليرموك. تمام موزة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. ألو. أهلا موزة شو الجواب؟ لا أنت أحمد مو موزة صح؟ صح. أوكي أحمد خبرني شو الجواب؟ نهر اليرموك. أوكي موزة كمان يلا. ألو. موزة؟ ألو. ألو ألو. شكله كأنه انقطع الاتصال. أوكي أنا قدرت أخذ إجابات كل الشلة ما عدا موزة، أنا صديقتي عم نستناكي لحتى تشاركينا معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. روان؟ لا هون. أهلا وسهلا صديقي من جديد، خبرني شو الجواب؟ نهر اليرموك. أكيد. نعم. شكرا لك، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى في حدا لسه من الأصدقاء راح يشاركونا؟ صديقتي عليا أنا ورينبو عم نستنى مشاركتك معنا لليوم. مين كمان باقي؟ حمزة فرح ولينا ويارا ندى. مين كمان؟ رناد ريتاج جنى. ومين كمان؟ لازم ما أنسى ولا حدا أصدقائي، إذا نسيتكم تذكرونا أنتوا واتصلوا فينا وشاركونا وقولوا لي نحن موجودين ولا تنسينا وضلكم كتبوا اتصالاتكم منشان أنا وريمبو نسمع إجاباتكم. اتصال جديد منقول ألو. ألو. مين؟ موزة. موزة خبريني شو الجواب؟ نهر اليرموك. بسرعة بسرعة. إيه؟ شكرا لك صديقتي موزة، انت كنتي اخر المشاركين لهذا السؤال. بدا العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو النهر الذي يعتبر جزءا من الحدود السورية الأردنية ويقع عليه سد الوحدة؟ اكيد صح نهر اليرموك. مبروك اصدقائي، ريمبو لسه مخبي مفاجأة تحديات بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتبوا اتصالاتكم وتشاركون إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. راح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهالمرة اللون بيقول حجر يصنف من الأحجار الكريمة، يتشكل داخل صدفة بعض أنواع الرخويات والمحار، قد تكون على شكل حبة الأرز أو كروية الشكل، تكون بيضاء اللون أو عاجية أو زهري خفيف، يظهر تألقها بسبب تداخل الطبقات المتتابعة والتي تكسر الضوء الساقط على سطحها، وهي ناعمة جدا وتتأثر بالحرارة. ماذا يسمى الحجر الكريم الذي يتشكل داخل الصدفة؟ كرر عليكم ولا معنا اتصال؟ أوكي رح كرر عليكم. سؤالنا بيقول حجر يصنف من الأحجار الكريمة، يتشكل داخل صدفة بعض أنواع الرخويات والمحار، قد تكون على شكل حبة الأرز أو كروية الشكل، تكون بيضاء اللون أو عاجية أو زهري خفيف، يظهر تألقها بسبب تداخل الطبقات المتتابعة والتي تكسر الضوء الساقط على سطحها، وهي ناعمة جدا وتتأثر بالحرارة. ماذا يسمى الحجر الكريم الذي يتشكل داخل الصدفة؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. خالد أهلا وسهلا من جديد، خبرني شو الجواب؟ لؤلؤ. أكيد 100%. أوكي شكرا لك خالد، لازم تكون متأكد من إجابتك لأنه على الأغلب كل الأصدقاء اللي ما بيكونوا متأكدين كثير من الإجابات عم يستنوا اتصالك. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 ألو
هلو. هلو. أيوة حليمة. خبريني. عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ اللؤلؤ. أكيد. أكيد. بتحبي هذا الحجر ولا لا؟ بحبه. بتذكر أنت قلتي لي الفيروز حجرك صح؟ صح؟ إيه. أوكي. منيح. إيه. لسه ذاكرتي اللي كان تمام. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. فاطمة يا فاطمة. أهلا وسهلا. خبريني شو الجواب؟ حجر اللؤلؤ. أكيد صح؟ مليون أكيد. مليون شكراً لكم حليمة وفاطمة وخالد كانوا متفقين على الجواب وقالوا إنه اللؤلؤ. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. ألو ألو. روان؟ أيوه. أوكي أهلا وسهلا من جديد. خبريني روان شو جوابك؟ اللؤلؤ. في حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي شكراً لك صديقتي. مين لسه رح يشاركونا؟ كمان اتصال. ألو. ألو. أهلاً أهلاً سارة ولا آمنة؟ أمون. أوكي أهلاً أمون. خبريني شو الجواب؟ اللؤلؤ. حدا ساعدك؟ لا. سؤال سهل. أنا كنت داخل الصدف فعرفت. برافو عليك. طيب مين كمان رح تشارك؟ هنية لحظة. يلا أوكي. ألو ألو. أيوة هنية خبريني شو جوابك؟ اللؤلؤ. كمان عرفتي إنه داخل الصدفة؟ إيه. أوكي. أوكي. مين كمان يلا؟ بسرعة بسرعة مشان الوقت. سارة خبريني شو جوابك؟ لؤلؤ. أوكي يلا مين كمان؟ بسرعة. ألو. موزة صح؟ موزة. أوكي يلا موزة خبريني شو الجواب؟ لا شكرا صديقتي. مين كمان؟ لا سيف. سيف خبرني شو جوابك؟ اللولو. حدا ساعدك؟ طب اللي حدا ساعدك؟ لا. أوكي عذيبة. ألو ألو. أهلا أهلا قلي لي شو الجواب؟ اللولو. أوكي يلا مين كمان؟ سعيد. سعيد ولا أحمد؟ أحمد. أوكي أحمد خبرني جوابك. لحظة شو الجواب؟ لؤلؤ. لؤلؤ؟ إيه. أوكي في حدا كمان؟ إيه. مين طيب؟ سيف؟ سعيد. سعيد. ألو. أوكي خبرني شو جوابك؟ أنا سعيد. إيه بعرف شو جوابك؟ لحظة شو الجواب؟ اللؤلؤ. شكرا لكم لكل اللي قدرت اخذ كل اجاباتكم. في اتصال. اوكي بينما تتصلوا فينا اصدقائي رح ارجع اكرر عليكم سؤالنا بيقول ماذا يسمى الحجر الكريم الذي يتشكل داخل الصدفه. السؤال كثير سهل واكيد اكيد كلكم شايفين هذا الشكل، شايفين هذا الحجر، شايفين كمان يمكن كيف بيستخرجوه. فكروا كثير منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني اذا ما كنتوا كثير متاكدين. تقدر تسالوا الموجودين معكم، تقدر تسالوا جوجل كمان اكيد رح يعطيكم الجواب الصحيح وكمان يعطيكم كثير معلومات عن هذا الحجر. شاركونا خالد حليمة وفاطمة والشلة وروان كمان وكانوا متفقين انه الجواب اللؤلؤ. اذا عندكم اي اجابات ثانية او نفس الاجابة بتقدروا تشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم ليكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب نهار الخميس الجاي وتقدروا تكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين. رح ذكركم انه الرابح معنا ونجم الاسبوع لليوم رح يربح هاتف هواوي نوفا 3i مقدم من تلفزيون فجيرة. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، باقي معنا شوية وقت. رح كرر عليكم معلومات بتقول حجر يصنف من الأحجار الكريمة يتشكل داخل صدفة بعض أنواع الرخويات والمحار، قد تكون على شكل حبة الأرز أو كروية الشكل، تكون بيضاء اللون أو عاجية أو زهري خفيف، يظهر تألقها بسبب تداخل الطبقات المتتابعة والتي تكسر الضوء الساقط عليها أو على سطحها وهي ناعمة جدا وتتأثر بالحرارة. ماذا يسمى الحجر الكريم الذي يتشكل داخل الصدفة؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وباقي معنا وقت كتير قليل، تقدروا بس تتصلوا فينا وتشاركونا. هلا بطل باقي معنا ولا أي وقت، بدأ العد التنازلي ورح ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال وانتهى الوقت. أصدقائي سؤالنا بيقول ماذا يسمى الحجر الكريم الذي يتشكل داخل الصدفة والجواب أكيد صح اللؤلؤ. السؤال كان كتير سهل، مبروك للي شاركونا إجاباتكم كانت صحيحة وراح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب.
ينبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وبيقول جبل يطل على العاصمة دمشق وتحيط به هذه المدينة من كافة الجوانب، يحتوي على العديد من المغارات والكهوف ويعد من الناحية الجغرافية امتداداً لسلاسل الجبال السورية الغربية، ويرتفع عن مستوى سطح البحر 1150 متر. ما اسم الجبل الذي يطل على العاصمة السورية دمشق؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو حليمة، ايه خبريني شو اسم الجبل؟ جبل قيسون. قيسون ولا قاسيون؟ شو؟ قاسيون؟ شو؟ قاسيون؟ قاسيون، اوكي. حدا ساعدك ولا انت هيك لحالك بتعرفي الاسم؟ لا انا لحالي بعرفه. برافو، طيب منيح، مو مشكلة حرف. طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه يلا تمام. الو اهلا فاطمة، خبريني قاسيون، قاسيون ولا قيسون؟ لا قاسيون. اوكي شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. اصدقائي بيقولوا لكم حليمه وفاطمه انه اسمه هذا الجبل قاسيون. انتم اذا عندكم اسماء ثانيه او توقعات ثانيه لاسم الجبل شاركونا وكتبوا اتصالاتكم، واكيد بتقدروا تطلبوا المساعده. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو ساره. امنه. امنه اوكي، امنه شو الجواب؟ قاسيون. واحنا سرناه. شو سرناه؟ زرتوه؟ ايه. اه اوكي، طيب شو رايك، حلو؟ ايه وايد حلو. اوكي كثير كثير حلو انكم زرتوه. طيب مين كمان؟ الو هنيه. هنيه خبريني شو الجواب؟ جبل قسون. اوكي طيب مين كمان؟ يلا الو الو هلا ساره. ايه اوكي خبريني شو الجواب؟ جبل قسون. كانه حدا ساعدك؟ لا. شو؟ لأنه نحن قبل سرناه. أوكي. وصراحة إذا رحتي فوق بتشوفي سوريا كاملة، روعة المنظر ولا أروع. أوكي شكرا لك سارة. مين كمان من الأصدقاء رح يشاركوا؟ لا. ألو مين؟ موزة. موزة خبريني شو الجواب؟ جبل قصير. جبل. 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 أوكي شكرا لك موزة. مين كمان يلا؟ ألو. سيف؟ ايه خبرني سيف، انت كمان اول شيء زرت الجبل ولا لا؟ انا كنت صغير. كنت صغير مو متذكر. لا انا كنت مولود. وانا مولود. اوكي طيب خبرني شو الجواب؟ جبل قسيون. اوكي ان شاء الله بترجع بتزوره عن قريب. مين كمان رح يشارك؟ سعيد؟ سعيد ولا احمد؟ عذيبه. عذيبه اوكي. عذيبه انت كمان زرتيه ولا لا؟ هزبت. اوكي شو اسم الجبل؟ قسيون. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ الو سعيد. هي انت زرته ولا كنت مو مولود؟ انا بعد انا اخر حنكون. اوكي طيب خبرني سعيد شو الجواب؟ جبل قسيون. اوكي شكرا لك. باقي احمد. الو الو ايوه احمد خبرني شو الجواب؟ قسيون جبل. قاسيون جبل. طيب شكرا لكم اصدقائي، قدرت اخذ كل اجاباتكم بين قاسيون جبل وين جبل قاسيون، ان شاء الله تكون صحيحه. اتصال جديد ومنقول الو. الو اهلا خالد، خبرني شو الجواب؟ جبل قاسيون. زرته من قبل ولا لا؟ لا. اوكي شكرا لك خالد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ شاركوني اصدقائي اذا زرتوا هذا المكان من قبل او لا، وخبروني كمان شو اسم هذا الجبل، فكروا كثير منيح. حليمه وفاطمه والشله وخالد شاركونا وكانت اجاباتهم جبل قاسيون، انتم كمان اكيد تقدروا تشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم، اذا ما كنتوا بهيك كثير متاكدين من المعلومات تقدروا تسالوا الموجودين معكم، تقدروا كمان تسالوا جوجل. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو روان صح؟ ايوه خبريني شو الجواب؟ جبل قاسيون. قاسيون أكيد؟ أكيد. حدا ساعدك؟ ماما. ماما شكرا للماما وشكرا لك روان، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ باقي معنا دقيقة تقريبا، رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات تساعدكم. جبل يطل على العاصمة دمشق وتحيط به هذه المدينة من كافة الجوانب، يحتوي على العديد من المغارات والكهوف ويعد من الناحية الجغرافية امتدادا لسلاسل الجبال السورية الغربية، ويرتفع عن مستوى سطح البحر 1100
450 متر. ما اسم الجبل الذي يطل على العاصمة السورية دمشق؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. لحد هلأ كل الإجابات كانت موحدة، كل الأصدقاء في منهم زاروا هذا المكان، في منهم ما زاروا هذا الجبل، قالوا لنا أنه اسمه جبل قاسيون. أنتوا كمان لسه عندكم شوية وقت تفكروا كتير منيح وتشاركوني من خلال تواصل على الرقم الموجود قدامكم. بدأ العد التنازلي للأسف يا أصدقائي، وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الجبل الذي يطل على العاصمة السورية دمشق، والجواب أكيد صح جبل قاسيون. ألف مبروك لكل اللي شاركونا. ريمبو لسه عنده مفاجأة بس بعد الكيك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من برنامجنا لليوم من حلقتنا، ونعرف كم وشو مخبي لنا مفاجأة. للأسف نجم الأسبوع صديقنا مصطفى ما قدر يكون موجود معنا، لهيك أنا رح أشوف مين نجم الأسبوع. رح أذكركم أن اللي رح يربح معنا لليوم رح يربح هاتف هواوي نوفا 3i مقدم من قناة الفجيرة، ويكون هو أكثر الأشخاص اللي شاركونا وكانت إجاباتهم صحيحة. لهيك بتمنى تكونوا كلكم اللي رابحين، بس للأسف هو بس اسم واحد. رح نشوف مين الرابح. اوكي رح ناخذ اللون الاخضر. يا اصدقائي الف مبروك صديقي خالد من الفجيره، انت نجم الاسبوع والرابح معنا، اكثر الاشخاص اللي شاركونا وكانت اجاباتهم صحيحه. ألف مبروك يا خالد. أصدقائي أنتوا كمان لسه عندكم أكيد فرصة من خلال مشاركاتكم معنا نهار الأحد والثلاثة الجاي لتدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع. هون بيخلص مشوارنا معكم، لا تنسوا تشوفونا نهار الأحد بنفس الموعد. تصرفتنا لكم، باي باي.